السلام عليكم، معكم شركة المحيط للسياحة في ماليزيا وجنوب شرق آسيا. احنا الآن في فندق كامل لوت في نيغومبو سريلانكا. نصور لكم غرفة من نوع ستاندرد. معظم الغرف في هذا الفندق غرف من نوع ستاندرد، طبعا الغرف لا بأس فيها، فندق 3 نجوم، ليس بهذاك المستوى الكبير ولكن لا بأس فيه. هذه الغرفة من نوع ستاندرد، تتسع لشخصين تقريبا. هذا في الجراوند فلور. تقريبا الآن كل الغرف عندهم في الدور الأرضي. وهذا الحمام الشفاط. الغرفة طبعا تأتي مع مكيفات، غرفة من نوع ستاندرد شركة المحيط للسياحة في ماليزيا وجنوب شرق آسيا. غرفة من نوع ستاندرد، فندق كامل لوت، نيغومبو سريلانكا.